كل ما بنتدرب اكتر فرصتنا في الفوز بتكتر. احنا هنخش مسابقه الرقص مع النجوم. وش وش ثانيه واحده شوف البومبو ده. اوكي انطونيو انطونيو اديني بيت كده. انطونيو ما تجيبش سيره مامي تاني بس خلاص بس خلاص. ده جاي من عند احمد مكي على هنا ولا ايه؟ لا اللحن مش عاجبني ولا الكلمات قفلتيني سوري. ده مين بقى ده انت بقى اللي عامل قلق انت؟ هو في حد في روما كلها ما يعرفش اوكا؟ اوكا واورتيجا؟ نو هي از اوكتافيو. يس اي ام اوكتافيو ابن يوليوس قيصر. ومامي بعتاني عشان احكم روما كلها. يحكمها وش؟ تحكمي معايا؟ احكم. تحكمي بالعدل؟ ما يحكمش. قفلتيني سوري. انت عايز تحكم روما؟ طب احكم على امك الاول. تحكم روما ده عظيم. تحكم روما مين يا يال؟ انت ابن مين؟ انت ابن عسليوس يا ابن اللذين. ابن عسليوس خلى دماغ امه في التراب. امه ميته يا اسطى. خلى دماغ ابوه في التراب. ابوه متبري منها يا اسطى. خلى دماغ مرات عمه في التراب. مرات عمه ايه يا اسطى؟ دي مقطوعه من شجره اصلا ملهاش حد في الدنيا. انت ضدي ليه يا؟ انا مش ضدك. خلى دماغ الشجره في التراب يا اسطى. مفيش تراب في المنطقه نضيفه. في تراب يا مفيش تراب يا. في تراب وانا شفته. طب يا اسطى انت حر بقى. في تراب. الحق يا مان ده بيشتم يور ماذر. عارفه ليه؟ ليه؟ عشان مامي عملت له شوك جامده جدا. أوه. لما سابته ومشيت مع بابي. أمك دي جامدة وهم. أمي دي كل الرجالة بتجري وراها. أمك دي مثل الأعلى. أدي دقني لو دخلتني البيت بعد اللي أنا قلته ده. مثلك الأعلى أمه اللي هي استغفر الله العظيم. حول الله. تبقى مثلك الأعلى؟ إيه؟ إزاي يعني؟ إيه البت دي مين دي؟ أنا عارف يا أسطى ما إيه. بت؟ بتقول عليا أنا بت؟ رد يا اوكي انا مش هتكلم. اللي انت بتقول عليها بت دي دي الاميره مروه اليوس. دي تمتلك 3 اكونتات على الفيس. وجعتيني. سوري. هاي كيمو ادمن صفحه مجلس الشيوخ. يس يس انطونيو انت يا انطونيو اللي هتحكم روما. انت يا انطونيو اللي مفيش غيرك. بس خلاص قفلتيني. كابتن تيجي نخش لبعض امهات. يلا. انا موهومه بموت في الشعر الابيض يا جدو. بت ايه؟ بموت في الشعر الابيض. والله بعطيك السياره. الله 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 الله. البت اللي جايبها دي يا عم وبتموت في الشعر الابيض، ايه الحكايه؟ وداخله عماله بتقول لنا هاي. الله يرحم امك اللي كانت تنشر الغسيل عند الجيران. انطونيو احترس من كلامك. احترس من كلامي ليه؟ كلامي بيرجع للخلف. حلوه. والله حلوه يا اسطى. والمصحف حلو. ايه رايك؟ لا احترس الكلام مدهون ببوهية. حلوة يالا. حلوة. انت اخبارك ايه؟ الحمد لله. كله تمام؟ تمام. انت فين يا عم؟ انا والله العظيم جاي هنا اهو. قاعد ساكت من الصبح. انطونيو خلي بالك انا لحد دلوقتي بتكلم بلساني، هتضطرني بعد شوية اتكلم ببقي. لا هتودي نفسك في داهية ارجوك بلاش بقك. انت مش عارف ده ممكن يعمل ايه؟ ممكن يعمل ايه؟ هيناد امه يعني ولا ايه؟